اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن ما ينفعش اعدي فقره معايا شباب او شابات ومحققين ارقام، لازم نسالهم مين اللي كان وراهم، مين المدربين اللي ساعدوهم انهم يوصلوا للمرحله دي. ابتدي بيك مع عمرو، يعني اكيد مدربين ليهم بصمه واشتغلوا معاك لازم تفتكرهم. هو كابتن محمد كمال دايما معايا ومركز معايا في معظم الاوقات، ومركز مع اكلي وفيتاميناتي وتمريني، ياخدني مثلا قدام البيت ونروح التمرين نرجع برضه، لو هنروح مثلا نجيب اكل اي حاجه نبقى مع مصاير كل بعض حاجه مع بعض. بالظبط، واعتبر اخويا. بيمرنك بقاله قد ايه؟ لا من ساعه اول اللعبه 2017، من اول لما جيت. سنه قد ايه كابتن محمد؟ كابتن محمد تقريبا 40 تقريبا، يعني ماشي. ممكن يكون في مقام والدك. اه طبعا، يعني مش سن صغير، ده لا لا بينكم بعض 20 سنه تقريبا. اه فبتوجه له كل الشكر طبعا. طبعا طبعا، وعمرك ربنا ما تنسى يخليك. اللي عمله معاك. لا طبعا مستحيل. اكيد. طب فاطمه برضو اجي لك نفس السؤال، مين بقى من المدربين او المدربات اللي كان ليهم دور او ليهم بصمه عليك كبيره؟ هو كابتن حمدان برضو. كابتن حمدان مرنك من قد ايه؟ برضو من ساعه ما بدات، بس بدا يعني من 2016 18 16. يعني بدأ كده. ما بدات جد بقى. بدات جد. بدا يتمرن مرنك من 2018. طب هو اللي كان اختارك في البدايه لما راح المدرسه ولا مش لا هو؟ لا مش هو، مش مش هو. هو. زي مساعدينه كده. كنت مساعدينه بس بعد كده. بعد كده رحت له. طيب، ويعني بيشجعك؟ جدا، هو دايما بتعبني، ولما كنت مصابة كان دايما واقف معايا وبيسأل عليا، مهتم يعني بكل حاجة. طيب ومثلا لما حققت انجاز زي ده قال لك ايه؟ لا بيفرح قوي يعني، برفع راسه. والله. طب انت بتحقق حابه ترفعي راسه؟ دايما. لان هو يستحق. ايوه يستحق لان فعلا. هو مدرب، اصل المدرب ده بيبقى زي والدك التاني. هو زي والدي التاني فعلا. صحيح.